السلام عليكم ورحمة الله. أهلنا العراقيين في بلدنا الكبير العراق داخل وخارج العراق. السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون جميعا خرجنا بكل أطيافنا من يوم 11 وواجهنا الأهوال والصعاب وقدمنا مئات من الشهداء وآلاف من الجرحى والمعتقلين من فرج شبابنا، وكان هدفنا هو الوقوف بوجه الفساد والظلم وانتهاك الحقوق الذي استمر ل17 عام، ونؤسس لدولة مؤسسات ومستقبل أفضل لأبنائنا. طبعا تعلمون جميعا من اليوم الأول من خرجنا ما كان عندنا لا قائد ولا تنسيقيات، وإنما عندنا عقل جمعي، وأنا هنا لكم ناصح، اعتبرني أخوك عمك أو أبوك. وتعلمون جميعا لم نخرج جميعا من أجل أي مناصب أو مصالح شخصية، وأنا شخصيا لا أبحث عنها ولا أرشح لها، ولن تروني في هذه الكابينة الوزارية. وطبعا نتكلم بأيرين، نحن لا نصادر رأي أي شخص يرى عكس ما نراه، ولكل شخص يختلف معنا بالرأي له الحق في التعبير عما يراه مناسبا. أخوتي وأبنائنا في هذا البلد، اليوم بلدنا في وضع حرج ومنعطف خطر، نجم عن فرض رئيس وزراء من خلال نفس الآليات اللي خرجنا ضدها، وأن خروجنا من البداية تدرون تعلمون لم يكن ضد أشخاص أو جهات بعينها، وإنما ضد آليات وسياسات فاشلة في إدارة الدولة سببت تراكمات من الفقر والعوز والإهمال وهدر المال العام وانتهاك السيادة وإضعاف هيبة الدولة. أخوتي جميعا، عندي 3 محاور نتكلم بها ونتناقش بيناتنا. المحور الأول فيما يخص تسمية رئيس الوزراء. فيما يخص تسمية رئيس الوزراء، أخوتي أمامنا خيارين. الخيار الأول هو رفض ترشيح السيد محمد توفيق علاوي، رفضه كونه كان جزءا من منظومة حكومية فاشلة خاضعة للمحاصصة والصفقات على حسابكم، وكون تكليفه قد تم بنفس الآلية غير العادلة التي رفضناها، والتي تجعله تحت تأثير الكتل والأطراف التي أتت به. ونعلم جميعا أن ترشيحه أتى من خلال صفقة بين أطراف دولية وأطراف إقليمية وأخرى داخلية، وهذا الخيار، خيار رفض السيد محمد توفيق، يعيدنا إلى المساجلات والخلافات بين مرشحي الساحات، ساحات الاعتصام، وبين مرشحي الكتل السياسية، وهذا يترتب عليه ضياع في الوقت والجهد ومخاطر أمنية وتعطيل حياة عامة، ومن دون أي سقف زمني لحسم الموضوع، الأمر الذي لا يخدم القضية التي خرجنا من أجلها. الخيار الثاني هو أن نقول للسيد محمد توفيق علاوي أنك لست خيار الشعب، أنت لست خيار الشعب ولا خيار الساحات، ولا تتمتع بالمواصفات التي خرجت ملايين الناس في ساحات الاعتصام تطالب بها ودفعت لأجلها كل هذه التضحيات الكبيرة. كون ترشيحك قد أتى بآلية مرفوضة شعبيا. أهلنا الأحبة، أهلنا من الوضع الحالي للبلد، وإدراكنا أن مصلحة البلد العليا ومصلحتكم أنتم فوق كل الاعتبارات، ولكي يكون خيارنا بعيد عن أي ردود فعل آنية أو انفعالية، وإنما متلائم مع المصالح الوطنية العليا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدنا الغالي، فيمكن كرأي وأنا أخوكم، يمكن أن تكون رؤيتنا هو إلزام السيد محمد توفيق علاوي بما طرحه وتعهد به في خطاب تكليفه. هو قال في خطاب التكليف أنه سيبني دولة المواطنة والمساواة والمؤسسات والعدل والحرية والسلام، وأن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل، وأن سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب مرة أخرى، وتعزيز الكرامة الوطنية وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصات الحزبية وممثلة لكافة الأطياف، وعدم القبول بترشيح أي شخصية من قبل القوى السياسية، والمصارحة في حال وجود الضغوط، وتشكيل فريق استشاري من المتظاهرين، وضرورة استمرار التظاهر والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، وهو تعهد بحل اللجان الاقتصادية للأحزاب، وحصر السلاح بيد الدولة، وتحقيق الأمن وحماية المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، وحماية العراق من التدخل الخارجي والحفاظ على سيادته. هنا فقط أود أن أضيف
أنك نسيت ذكر إقرار قانون الانتخابات والمصادقة عليه وتحديد موعد محدد، موعد محدد لها، هذا يجب أن يكون في مقدمة أولوياتك. أخوتي، هذه النقاط اللي ثبتها سيد محمد توفيق يجب أن تكون ضمن أولويات تقع في مقدمتها تشكيل حكومة من المستقلين ومن المهلة الدستورية ومن المهلة القانونية. هذا سيكون هو اختبار أولي لمدى جديته وقدرته في مواجهة الضغوطات والمساومات السياسية. وفي حال انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة ولم يتمكن السيد محمد توفيق من فعل ذلك لأسباب تتعلق بعدم قدرته شخصيا أو ضغوطات ومساومات سياسية وتدخلات كتل التي تعهد هو شخصيا بأنه لن يكون خاضعا لها، فسيكون هو والكتل السياسية التي رشحته المسؤول الأول عن هذا الفشل، وسيكون للشعب موقف آخر وكلمة أخرى، وسنحكم على أدائك من خلال الأفعال وليس الأقوال. ثانيا، محور ثاني أخوتي وهلنا الأحبة، انطلاقا من الحاجة لتوحيد الصفوف وتنظيمها وما يجعلنا أقوى وأكثر تأثيرا وفاعلية في خدمة القضية التي خرجنا لأجلها وأعطينا كل هذه التضحيات من أجلها، صار لزاما أن يولد من بيننا كيان سياسي قانوني يمثل إطارا يضم بداخله كل الوطنيين العراقيين من دون الالتفات إلى انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والعرقية والمناطقية، واستثمارهم كرجال دولة في العراق الجديد. وبدأنا بالفعل أخوتي في اتخاذ خطوات عملية وجدية في هذا الاتجاه، تماشيا مع تطلعات المتظاهرين السلميين لبناء وطن للجميع دون تمييز. أخوتي، من نقول من دون الالتفات إلى انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية، معناها في هذا الكيان السياسي الجديد وفي إطار المواطنة، الشيعي ما لك فضل على السني، والعربي ما لك فضل على الكردي، والمسلم ما لك فضل على الأيزيدي والصابئي، وما راح نستخدم كلمة من الأغلبية ومن الأقليات. في إطار المواطنة كل إحنا مواطنين، هذا إحنا نتمنى. هذا الكيان إن شاء الله سيكون جزء من مستقبل العراق الجديد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. المحور الثالث، أهلنا الكرام، كنا منذ البدء في المظاهرات ولا نزال نطمع لحياة كريمة ومستقبل أفضل في بلدنا، لكن طبعا حصلت بعض الممارسات والسلوكيات التي أضرت بحياة المواطنين ولم تخدم قيد قضية المتظاهرين ولم تنسجم مع توجهات المتظاهرين السلميين، وقد نهينا عنها وأدناها وأدانتها المرجعية العليا. ومن أجل تصحيح هذه الممارسات ولأجل تفويت الفرصة على أي جهة قد تضر بالسلم الأهلي، لذا نتمنى على أخوتنا المتظاهرين واعين السلميين أن تتبنوا مبادرة لفتح المؤسسات التربوية كافة والمؤسسات الخدمية ودوائر الخدمية دوائر الدولة الخدمية وإعادة الحياة العامة، واعتبارا منذ يوم غد تبنوا هاي المبادرة. خلونا نفوت الفرصة على أي شخص. مع استمرار زخم المظاهرات في ساحات الاعتصام يوميا، لازم نبقى يوميا ندين زخم المظاهرات في ساحات الاعتصام لإدامة الضغط من أجل تحقيق المطالب المشروعة، وطبعا ندين أي محاولة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أو محاولة فض الاعتصامات بالقوة. أخوتي، هذه رؤيتنا، أطرحها على حضراتكم ومستعد لقبول أي رأي ونقاش حولها يغني ما طرحناه، لأننا نؤمن بأن تعدد الآراء يدعم ويقوي الأفكار والتجارب. حفظ الله العراقيين والعراق بكل أطياف العراقيين، حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.